السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتي. نتمنى كاع تكونوا بخير يا البنات. اليوم عندنا فكرة للمتمدرسين التلاميذ، يعني فكرة فقط باش تحبوهم بالأقلام تاعهم ويكونوا مشتاقين للدراسة، يعني سواء تعملوها في الأقلام أو في أقلام الرصاص. بسم الله. الفكرة الأولى نعملو هكذا شكل ريشة، ناخذ فقط البقايا نعملو هكذا شكل ورقة. جون كذلك بهذا الشكل جهنا نقص هكذا، يعني شكل ورقة. وانا قلت يعني شكل مثل شكل الريشة. تعملوا اثنان يعني بهذا الشكل. راح نجيبوا قلم الرصاص بالبستوري هذا، اذا تحبوا تخلوها غير هكذا فهي واحده، او تحبوا تلصقوا لها هذه منها. نزيدو نلصقوها من الأطراف ثم نشوفو الشكل. ها هو كملنا الشكل الأول. والشكل الثاني ناخذو هكذا نعملو زهرة، نعمل هنا هاد الوردة بطابع تاع حلويات، أي وردة تقدر تعمليها. قصيها هكذا، قصيها هكذا على شكل بيتيلات.
ناخذ هنايا قلم، راح ناخذ من الورده يعني القلب تاعها هكا. راح نخلص كل البيتيلات وتشوف الوردة في الأخير. شوفوا الفكرة الثانية، خلصت هذوك البيتيلات، عملت وريقات صغيرة عملتها لهذا الفلاغ، جات رائعة. الفكرة الثالثة راح نعملو هكذا شكل نجمات، ترسم يعني نجمة يعني رسمتها هنايا، راح نقصها نعمل نجمتين متقابلتين، وثم يعني الشكل اللي يعجب الأطفال تبعكم عملوه لهم. عملت واحدة صغيرة على واحدة، راح معليش ندير هذه بالواجهة. شو مثلا اللي تحب هيلو كيتي عملوا لها هيلو كيتي، واللي تحب ولا الطفل عنده له يعني شكل سيارة، نعملكم هذه الأشكال البسيطة وانتم إذا عجبكم الأفكار حابين نعمل أفكار أخرى إن شاء الله راح ندير لكم أفكار أخرى. هذه الفكرة الثانية هكذا نجمة، الفكرة الثالثة تعملوا قلوب. نعملو قلوب يا إما نفس الشكل يا إما شكل آخر هكذا.
تنسوني باللايك والاشتراك في القناة من فضلكم. وهذه هي الأفكار تاع نهار اليوم، إن شاء الله تعجبكم وتنال رضاكم. إلى اللقاء، إلى فيديو آخر، لا تنسوني باللايك وبالاشتراك. هذه هي الأفكار تاع نهار اليوم، هذا هم الأقلام اللي عملناهم زيناهم. هذا قلم الريشة أو الورقة، وهذا قلم الفراغ الوردة، وهذه النجمة هي، وهذا القلم. إن شاء الله يعجبوكم أفكار اليوم، ولا تنسوني باللايك والاشتراك في القناة لإعطاء المزيد. وشكرا لكل صديقات ولكل من يدعمني.